مساء الخير أو صباح الخير عليكم. أنا في طوكيو في اليابان بقالي كام يوم، وبقالي كام يوم بفكر أو عايز بقول لنفسي عايز أعمل فيديوهات أو أعمل فيديو عشان أنقل التجربة بتاعتي في اليابان اللي أنا شفته أو اللي أنا بشوفه للناس، عشان الناس ممكن تستفاد بشكل أو بآخر. وكل يوم مش عارف، عمال اقول لنفسي ابتدي منين ولا هعمل ايه، ولا خايف اعمل فيديو يطلع طويل قوي. فقلت لا خلاص، انا ابتدي اعمل فيديوهات لان انا كده كده مش قاعد كتير، واعمل حاجات قصيرة فيها الحاجات اللي انا شايفها. يعني انا دلوقتي يعني بصور الفيديو ده من الاوتيل، من الاوضة اللي انا قاعد فيها في منطقة ايبيسو في طوكيو، بقالي كام يوم مش عارف اقول لكم ايه. طبعا احنا في مصر والوطن العربي قليلين جدا الناس اللي راحوا اليابان، ودايما عندنا خلط ما بين اليابان وغيرها من دول شرق اسيا، فما بنعرفش، فبنخلط ما بين دول ودول. اليابان لا، مختلفة عن اللي انا سمعته عن بقية دول شرق اسيا، ومش كل الحاجات اللي احنا نعرفها عن مثلا عن بقية البلاد تنطبق على اليابان. فهدي مثال بسيط، يعني دايما الناس لما كتبت على السوشيال ميديا ان انا في اليابان، قال لك طب ربنا يكون في عونك بقى، هتاكل ايه والكلام ده كله، وخد بالك بقى دول بياكلوا حاجات عجيبة وبتاع. يا جماعة ده مش صح. اولا اليابانيين لا بياكلوا حشرات ولا بياكلوا كلاب ولا بياكلوا مش عارف ايه الحاجات التانية اللي هي فعلا موجودة في دول تانية زي تايلاند وكوريا والصين وغيرها. اليابانيين بياكلوا اكل، يعني اولا بيقرفوا، ما بياكلوش الحاجات العجيبة دي، وبيقرفوا زينا بالظبط. فده من الحاجات اللي هي لفتت نظري، كل الناس فاكرة ان هم بياكلوا حاجات عجيبة، الناس بيقرفوا زينا بالظبط وبياكلوا حاجات بياكلوا حاجات طبيعية. ممكن يبقى الغالب عندهم الحاجة الوحيدة اللي ممكن تبقى غريبة بالنسبة لنا احنا في المنطقة بتاعتنا، ان هما بياكلوا السمك ممكن ياكلوه ني، اللي هو زي السوشي وغيره يعني. فدي ممكن دي الحاجة الوحيدة الغريبة بالنسبة لنا، يعني حتى احنا بقينا بناكله يعني في الوطن العربي. انما فيما عدا ذلك لا، اكلهم طبيعي جدا فيما عدا طبعا عندهم حاجات خاصة شوية بتاعتهم. وبالمناسبة وفوجئت بحاجة عجيبة جدا، اليابانيين وصل لهم الكشري وبيحبوه، لأن بالمناسبة الرز الياباني هو الرز المصري غير الرز بتاع الهند وبتاع الحاجات دي اللي هو البسماتي الطويل. لا الرز بتاعهم هو تيبيكال زي بتاعنا بالظبط، إن ما كانش هو شخصيا يعني. وكمان عرفت ان هما بياكلوا ملوخية، اليابانيين بياكلوا ملوخية، وصلت لهم عجبتهم، شبه اكلهم، هما بيحبوا الحاجات الخضرة. هتلاقي السلطة بتاعتهم مليانة حاجات خضرة شبه الخس وبتاع حاجات تانية انا نفسي مش فاهمها. اكلهم صحي جدا، لا اكلهم مش وحش خالص خالص، وبياكلوا لحوم عادي جدا واسماك كتير. اكلهم في المجمل صحي وما فيهوش الحاجات العجيبه اللي احنا فاكرينها. بس في الفيديو الاولاني قلت اقول على الحكايه دي عشان الناس اللي بتفكر انها تيجي، او الناس اللي مجرد عندها تصور تعرف ان الناس دي بتاكل اكل طبيعي معظمه شبهنا، وان هما ما عندهمش بقى الحاجات اللي هي بالنسبه لنا مقرفه خالص، وان هما ناس بيقرفوا زينا مش اي حاجه يعني. بس